هاجر ايه رايك فيها في الباسكت؟ لا باسكت والله لا، بس في تطور بعد التمرين يعني، بس في نط الحبل الصراحة لا يعني انا في شابو. الحبل ما لا اعرفش لا ابويا لا في الحبل الصراحة بصراحه. حبل عالي قوي. انا كل تحدي بروح اخسر اصلا يعني. بس لا دي كسبت هنا. لا بس الباسكت جميل قوي بصراحه، باسكت اه لعبه ممتعه جدا بصراحه. ممتعة. هي يعني هي كل واحد بيبقى ليه في الحياة حاجة باشن كده أو حاجة شغف. أنا هو شغفي في حياتي هو الباسكت يعني، هو مش حاجة بعملها أو بتمرنها، هو حاجة أنا بدور عليها في يومي كل يوم، حاجة بتبسط يعني. أنا لما أكون زهقانة مثلا بحط السماعات في وداني واخد الكورة وأقعد، ده مود أصلا بالنسبة لي، بحس إن أنا طلعت من الموضوع ده، أنا بقيت هادية يعني. فهو حاجة بتغير لي غير إنها شغلتي وإنها الحاجة اللي أنا بعملها وكده، لا هو في حب في علاقة يعني. أنا بفضل أبص للكورة كده أحضنها بتاع، لا عندي شوية أوبسيشن يعني اللعبة دي يعني، بتجري في دمي. يعني في اطفال كتير دلوقتي بيسمعوكي. اللي انت بتقوليه ده جزء سيكولوجي مهم جدا، جزء نفسي مهم جدا، حتى للطفل اللي بيحب حاجه. سامعين الكلام؟ بدا الشغف ده امتى بقى؟ بدا الشغف ده من وانا عندي 4 سنين. كنت بلعب بساعتها يعني جمباز، مامتي بقى ابتدت كل الالعاب بقى اللي هو جمباز وتنس وسباحه. انا قعدت العب الثلاثه دول مع الباسكت لغايه لما كان عندي 12 سنه. تمام. لا بس الجمباز بطلته بدري يعني، السباحه والتنس كملت. ابتديت باسكت ازاي؟ رحت جمباز قالوا لي لا يعني، عشان كانت مثلا اطرافي طويله، باين انا كنتش طويله بس كان باين انا هطلع طويله. فقالوا مامتي يعني بنتك اطرافها طويله وبتاع، لا لازم تلعبيها باسكت. قلت لهم انا ما عنديش اي، انا مامتي قصيره وباباي قصير يعني، ما حدش تخيل كمان انا هطلع طويله يعني. ما فيش جينات فما فيش جينات، انا باين. عندي خيال مثلا طويل بس والعيله كلها قصيره. فقالت لهم طويله ازاي يعني؟ فقالوا لها لا هتطلع طويله بس. وتفاجئنا كلنا انا طلعت طويله. ده دول دكاترة دول اه لا كده. هم بتوع جمباز كمان عشان بيحبوا مقاسات معينه كده. فابتديت باسكت بقى وبس، بطلت طبعا بعديها يعني بعد ما وصلت بقى 12 سنه. مامتي كنت مثلا في السباحه كنت شاطره جدا جدا جدا، كنت في السباحه حاجه يعني، الناس اللي راحت اولمبيكس انا كنت ببقى في مثلا في حته تانية خالص يعني. بس انا كنت بحب الباسكت بقى لا يعني، انا اصلا وانا صغيره كانت مثلا الناس تتمرن يعني تمرين ساعتين، كل الناس تمشي تسيب الملعب، انا مثلا الاقي التمرين اللي اكبر مني بسنه بقعد في الملعب اللي جنبهم اقعد اقلد نفس الحركات يعني. واحد يقعد يعمل تمرين اقعد اقلد واروح التمرين اللي وراه اقلد نفس التمرين يعني. انا قاعده في ملعب الباسكت ده مش عايزه اخرج، مش عايزه اعمل اي حاجه غير بس ان انا اقعد اعمل ده. وكنت بعمل ايه بقى؟ طبعا انت عارف موضوع اللي معاك كوره ده اهم حاجه، فكنت بجيب كورتي واقعد في الملعب اللي في النص، عايز تلعب تلعب معايا. معايا. انا صاحبه انا صاحب الكوره. الكوره. انا كده مثلا لغايه لما كان عندي اربع يعني، كنت طول حياتي قاعده ما بعملش اي حاجه غير ان بلعب باسكت. ده اللي انت بتقوليه ده اسمه الاجتهاد. والله ساعتها ده ما كنتش عارفه. حب، هو انا بحبها يعني، ما الواحد بيلاقي نفسه في حاجه يعني. بس دايما مثلا اقول مثلا نشوف ولاد اقول له انت بتتمرن خلاص تروح البيت. لا في طفل تاني بيتمرن وبعد التمرين زي بيعمل زي ما انت بتعملي. السيشن هو بيبقى زي ادمان. مظبوط. هو لو انت مش مدمن حاجه او مش بتحبها او مش عايز تنجح فيها او مش عايز تعمل فيها كل اللي تقدر عليه، هو اللي هيوصل هو اللي بيعمل كده، اللي حاسس ان هو خلاص ساعتين انا هتمرن ساعتين وامشي وخلاص مش عارف ايه، بادي واجب بادي مهمه من غير حب ومن غير اخلاص ومن غير كده، ما مش هيوصل لحاجه. بس عرفت حاجه ان هم قالوا لمامتك وانت صغيره لما جيت تلعب باسكت؟ قالوا لها عندها مشكله في رجليها مش هينفع تلعب باسكت. انا اصلا وانا صغيره انا عندي وانا صغيره كان على طول عندي رجلي اليمين كانت معوجه اصلا، كنت بلبس وانا صغيره لبسوني الجزم بالعكس وكده عشان اعرف امشي عدل يعني. فكان عندي رجل معوجه ورجل ستريت، فقعدت كده معوج يعني، اتعدلت وبعد كده بقت فضل برضو معوجه. فاول منتخب خالص جمعوني فيه كان تحت 16 سنه، فكان كابتن احمد ابراهيم، فراح بقى اول تمرين وانا بقى كنت كويسه في الباسكت يعني، بس مثلا جريتي كانت سيئه ما فيش يعني، دي ما بتجري ازاي دي بتجري مع الروح اساسا. فقالوا له هي دي اللي انت بتقولوا عليها، لا دي مش عارف تجري. رجلها معوجه. رجلها معوجه بقى كده، بس طبعا بقى كابتن احمد يعني ظبط لي الموضوع ده يعني الحمد لله وبس. ومشيت الدنيا. بالظبط. طيب دايما في البدايات بنلاقي مشاكل في اي بدايات في حياتنا. طبعا قابلتي مشاكل في بداياتك؟ طبعا مشاكل كتير يعني. انا من ساعه لما ابتديت باسكت
وانا الواحد بيقابله صعوبات وهو مش بيفتكر ان الصعوبات دي بتوقفه. يعني انا مثلا قابلني ناس بالهبل، كان في حد مثلا في لجنه الباسكت يروح لبابايا فمثلا بنتك دي اخرها سنه وسنتين هتبطل، فبابا يقول له ليه يعني لا 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 دي، وانا بقول لك انا نظرتي انا طلعت اجيال، انا بقول لك بنتك دي سنتين وهتبطل. طب سبحان الله سنتين بالظبط كنت اخد احسن لعيبه في 16 سنه على مصر كله سبحان الله. يعني على طول طبعا الاقي مثلا في مدربين مثلا لا انت مش كويسه مثلا، اللي هو بقى يحاول مثلا يجي على نفسيه يعني كانت على نفسيتي ساعتها مثلا بينزلني دقيقه وطلعني، ينزلني دقيقه وطلعني مده بس هو كده ده اللي انا لعبته مثلا. طب اما لعبت يعني هو اللي هو ايه نزلتها دقيقه طلعت وحشه طلعتها. بس انا مثلا الواحد لازم يلعب على الكلام ده ان هو الحاجات دي ما تاثرش فيه، ان انا كل واحد لازم يكون واثق في قدراته واثق هو بيقدر يعمل ايه ويكون مجهز دماغه ان هو يظبط ان هو الحاجه دي مش هتاثر معايا ولما اجي انزل لا بالعكس طب ده انا هنزل وهثبت له بقى ان انا كويسه والكلام ده. طبعا كل واحد مر بالكلام ده كله واصابات طبعا بالهبل والكلام ده بس ربنا يعني ربنا اللي طبعا اللي كل مجتهد النصيب.